خلينا ننتقل لآخر صيحات محاربة كورونا. وطبعاً يعني يمكن هذا العنوان يضحك لأنكن هذه الحقيقة، لأنه نحن من سنتين لليوم وإحنا قاعدين نشوف كيف نحارب كورونا وننتظر كل يوم اختراع جديد يخلصنا من هذا الوباء. اليوم في كلام جديد عن اختراع جديد حيحقق أحلامنا، أو كذا بيقولوا، علكة أو لبان حتقضي على تفشي كورونا. هذه علكة حتحبس 95% من جزيئات الفيروس، وصلها فريق من جامعة بنسلفانيا. قالوا إنه هذه العلكة بتحد من كمية الفيروس في اللعاب وبتساعد على وقف انتقال العدوى عند الحديث أو التنفس. كيف؟ العلكة بتحتوي على نسخ من بروتين ACE2 الموجود على أسطح الخلايا، واللي بيستخدمه الفيروس كعادة كوسيلة لاقتحام الخلايا وبعدها الإصابة. يعني تفاصيل علمية صعبة علينا، لكن المهم أنه الباحثين بيقولوا أنه حتوقف انتشار كورونا. هذا كله للآن مزاعم وحتبدأ لحد ثبوت فعاليتها، لكن التجارب خلاص اتجدولت. بس عشان نكون صريحين يعني شوية، في حال ثبوت فعاليتها فنحن حنكون أسعد الناس والله، وإذا ما طلعت فعالة فخلاص ترى احنا تعودنا على خيبة الأمل في هذا الموضوع.